أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. مشاهدي الكرام، إحنا لو تأملنا قليلا في التقدم والمرحلة اللي وصل لها العلم في كافة المجالات، لابد أن نتوقف ونحمد الله ونشكر فضله على هذه المرحلة اللي وصل لها في خدمة البشرية. ولما نتكلم على التقدم العلمي، لابد أن يعني نجد أول شيء في أذهاننا هو التقدم العلمي اللي وصل له مرحلة الطبية في دق التفاصيل. سبب خوفنا اليوم ربما هو الموضوع الذي يتحدث عن بعض التجارب، يقال أنها ستمكن الإنسان من اختيار بعض المواصفات الوراثية لطفله، واختيار التفاصيل هي دائما متروكة في علم الغيبيات. تفاصيل أكثر نتابعها مشاهدينا من خلال هذا التقرير. عند انتظار المولود كثيرا ما يتجادل الأزواج حول شبه الطفل لوالديه، هل سيشبه الأب أم الأم أكثر؟ بعض الناس يودون أن يولد أولادهم ببشرة بيضاء وشعر أشقر، في حين يفضل آخرون الأولاد الأكثر سمارا. بعضهم يتمنون أن يكون لأولادهم عيون ملونة، وآخرون يرغبون بعينين بنية اللون. الصفات البدنية والشخصية التي تولد مع الشخص ترتبط بالجينات من الآباء والأمهات، لذا فإن اختيار مواصفات الطفل ليس خيار الآباء أبدا. وبالرغم من ذلك، وفي إطار التقدم في الأبحاث الجينية، أثبت العلماء أن الآباء قد يكونوا قادرين على تحديد الصفات البدنية والشخصية لأطفالهم قريبا. ففي بحث نشرته مجلة جلوب أند ميل عام 2012، ذكر أن العلماء تمكنوا من مسح جميع الكروموسومات في الخلية الجينية بهدف فحص الجينات التي قد تسبب المشاكل للجنين مستقبلاً، حيث أن هناك رقائق دقيقة يمكن أن تختبر 1500 من الصفات الوراثية في آن واحد، وتشمل هذه الصفات أمراض القلب، السمنة، القدرة الرياضية، الشعر ولون العينين والطول، والقابلية للإدمان على النيكوتين، والحساسية لللاكتوز، وأحد الجينات المسؤولة عن الذكاء. مع هذه التطورات في علم الجينات، يدعي العلماء أنه من الممكن إنجاب مولود بصحة جيدة، كما ويمكن أن يختار الآباء الخصائص الفيزيائية والشخصية التي تولد مع الطفل. هذا وما زال العلماء يعملون على هذه النتائج التي أطلق عليها اسم مصمم الطفل. طيب، احنا مشاهدي الكرام شفنا تقرير الحديث اكثر عن هذا الموضوع الدقيق. اسمحوا لي ان ارحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور فواز ادريس، وهو رئيس وحده الاقوم والذكوره واطفال الانابيب بالمركز الطبي الدولي. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا، حياك الله. اهلا وسهلا. الله يسلمك دكتور. يعني احنا لسه كنا بنقول في المقدمه انه العلم وصل لمرحله تخوف شويه يمكن، طبعا انتم بالنسبه لكم اطباء عادي، كل شيء عادي في الحياه، بس انه يعني ايش مقدره الانسان في العلم؟ ثاني شيء، لوين وصل؟ لوين وصل في هذا الموضوع تحديدا؟ هو طبعا شوفي، لو نتذكر احنا قبل كم سنه، افتكر لما جاء احد قال لنا انه انت في يوم من الايام ممكن تكتب رساله توصل لواحد في امريكا خلال ثواني، صح؟ كنا نقول ايش ده، مجنون ده ولا بيتكلم من عقله؟ ففي اشياء صحيح صعب العقل كان يتخيلها، والان واصله الصور والملفات والاشياء دي كلها. هل العلم ممكن يوصل لده في يوم من الايام؟ ممكن، الله اعلم. ما نقدر نقول لا، زي ما قلنا لا ايام الايميل. بس ما في حد، ما في شيء يقول لك مستحيل؟ لا، ما هو شيء طبعا، بس عشان احنا دحين ما وصلنا، ترى هذا كلام غير صحيح، احنا ما وصلنا لهذا الحد نهائيا الان ولا قريب حتى منه. في المستقبل الله اعلم. لا، بس زي ما تفضلتي، لا، في اشياء تحدنا. اول شيء الاخلاقيات طبعًا. يعني غير شريعتنا وغير الاسلام، نتكلم على الاخلاقيات الطبيه. في اخلاقيات طبيه تمنع انواع معينه من البحوث او اشياء معينه، يعني موضوع الكلونينج لما حصل، والكلونينج الاستنساخ والشغلات دي، ففي اشياء يوقفها العلم لانها اخلاقيا ما يصير. طب لوين توصلت علوم علماء الاورثه والاجنه في يعني موضوع هذا؟ صار فيه خيارات؟ لا، هو شوفي، يعني اول شيء موضوع انه نختار العين والخشم طويل وعريض والكلام ده، ترى لسه ما وصلنا كده نهائيا. ما هو اكيد، لانه الاولى كان نلقى الجينات حقت السكر ونشيلها، صحيح، وجينات الضغط ونشيله، وجينات اللي يطلع الواحد وحش ونشيله، ونخلي الناس تطلع كلها حلوه، صح؟ صحيح. فاحنا لا، هذه احنا ما وصلنا لهذا الشيء. طبعا اللي وصلنا له حاليا احنا انه هو نستبعد ارجاع اجنه مصابه،
يعني في أسرة عندهم مرض وراثي معين let's say مرض اسمه XXX تمام أو BBB whatever يعني تمام فيحللوا البيبي المصاب يحللوا دم الأم ودم الأب ويعملوا حاجة اسمها mapping يعملوا زي خريطة للجينات يحاولوا يطلعوا فين الجين المصاب ما يقدروا حتى يعرفوا بالضبط بالضبط بالمية المية لا يقدروا يعرفوا المنطقة عشان بس الناس تفهمنا إحنا مكونين من خلايا الخلايا جوتها كروموزومات جوة الكروموزومات في الجينات الجينات اللي تحمل الصفات الوراثية فإحنا لما نعمل mapping لأسرة معينة عشان مرض معين إيش نسوي في المستقبل نعمل لهم حاجة اسمها PGD Pre-Genetic Diagnostic Testing يعني نعمل لهم أطفال أنابيب نأخذ بويضات الزوجة حيوانة الزوج نكون أجنة بعدين نفحص الجنين هذا للجين المصاب وإذا كان مصاب ما نقدر نغيره ويا ريت كنا نقدر نغيره لا نستبعد هذا الجنين من إرجاعه للرحم دكتور بس هذا اللي وصلنا له طب دكتور بس في يعني أشياء كده معينة يعني معروفة في المجتمع مش على المستوى الطبي إنه يقال إنه لو في نوعية معينة من الغذاء بيكون لها نتائج على الجنين هذا كلام صحيح ولا كلام فاضي لا تعليق لا تعليق يعني كلام فاضي أكيد لا بس إحنا حابين نسمع لأنه الناس أولاً هذا الكلام ما هو إذا فينا كلام عشان أطالع كلام فاضي كلام فاضي ما وصل الطب ولا وصل العلم ولا الغذاء إنه والله يوصلنا ل إحنا بنقول صورة إحنا مش بنقول كلام لا إحنا بنقول صورة أنا بلومكم أنا بس يعني هو يعني كمان زودوها يعني فشيء إحنا يدوب إحنا بس نصلح غذائنا عشان نحسن مستوى السكر عندنا هذا شيء طيب أما نأكل أكل عشان ما يطلع للمش عارفة أنت عارف طلعوها دي في الموضوع الجنس الولد والبنت إنه يجيك ولد ويجيك بنت تأكل أكل معين وتسوي حاجة معينة شفت يعني هذه منتشرة في المجتمع بشكل كبير لدرجة إنه في كثير ناس بتعمل وبتزيدها شوية في الغذاء أنا انبسطت من رئيس الجمعية السعودية للتغذية لأنه قريت مقال عن استخدام الغذاء لترجيح الجنس وواحد الأطباء الله يسامحه ولا يسامحها كتبوا إنه يس لو هذا فبعد كده كانوا مستضيفين رئيس الجمعية السعودية للتغذية قلت هذا حيقول أكيد له دور فهو الحمد لله قال إنه لا ما في دور وما في حاجة زي كده ولا في دراسات طيب دكتور إحنا معنا مداخلة هاتفية عشان نوضح الجانب الشرعي من هذا الموضوع معنا على الهاتف دكتور عبد الرحمن طالب عضو اللجنة الفقهية الطبية بجامعة الإمام محمد سعود أهلا وسهلا فيك حياكم الله أهلا وسهلا دكتور إلى أي حد يمكن تدخل الإنسان في الجينات الوراثية مقبول وشرعي هل يقتصر ذلك على تجنب الأمراض الوراثية مثلا نعم الله يحفظكم هذا كان في قرار في المجمع الفقه الإسلامي أنه تغيير الصفات الوراثية مثل التشوهات السرطان التخلف العقلي هذا يجوز للقد أن يتدخل فيها ويغير فيها وهذا من باب قول الله النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فهذا ما يمنع الإسلام القسم الثاني اللي هو التدخل في تغيير خلق الله مثل لون العين لون البشرة شكل الأنف فهذا ما يجوز السبب أنه هذا تغيير بخلفة الله وبالتالي يؤدي إلى يعني شو سلالة ذات أشكال معينة وأنماط معينة وحكمة من حكم الله عز وجل أن الله عز وجل يغير ألوان الإنسان وأشكاله وفي البيئة نعم طيب معلش في كمان يقال عن بالمراحل اللي وصل لها العلم والتقدم العلمي تحديد نوع الجنين هل هذا بوجهة نظر الشرع مقبول؟ نعم تحديد جنس الجنين والتدخل فيه كان لي بحث وكتاب في هذا الموضوع هناك حالات يكون عن طريق يعني نظريات طبية الآن ظهرت الله أعلم بمدى يعني قوتها منها توقيت وقت الجماع قضية الرسول المهبلي وفضل الدكتور ونفى قضية الأغذية المغذية هذه أمور خارجة عن التدخل المباشر فهذا العلماء قالوا ما فيها إشكال إذا ثبت طبيا هذا الأمر إذا ثبت طبيا هذا الأمر بقي قضية اللي هو إخراج الخلايا المنوية إلى خارج الجسم وانتقاء الخلية الذكرية مثلا ثم تلقيحها بالبويضة وبالتالي رجع مرة أخرى إلى الرحم فهذه العلماء الأصل اختلفوا فيها أكثر علماء الشريعة قالوا ما يجوز بسبب أنه هذا حيحدث خلل في توازن بين البشر فأكثر الناس حيختاروا الذكر على الأنثى ويصير في إشكال في هذه القضية
دكتور عبد الرحمن، احنا شاكرين لهذه المعلومات اللي حضرتك اعطيتنا هي، لكن نعتذر منك نظرا لضيق الوقت، حابين نشكرك. شكرا لك. الله يسلمك. دكتور، لو افترضنا انه زي هذه المداخلات يعني متاحه، ففي ناس يعني انت من وجهه نظرك في ناس ترغب فيها؟ شوفي، زي ما في ناس تبغى تسرق وفي ناس تبغى يعني شوفي، العقل البشري ما له حدود، وتقدر تقابلي بشر من جميع يعني ناس ما عندهم يعني ليميتس. فعشان كده محتاجين احنا الشريعه احيانا عشان تقيدنا، ونحتاج ساعات الاخلاقيات الطبيه. يعني طبعا الحمد لله كلنا مسلمين، احنا نتكلم على مستوانا هنا، لكن حتى في المجتمعات غير مسلمه في اخلاقيات طبيه تحكمهم برضو. لما وجد هذا الشيء، العقل البشري ممكن يفكر في اي حاجه ممكن تخيليها، زي ما في انسان يسرق وينهب، في انسان ممكن يفكر يعمل اي حاجه. طيب، بالنسبة لموضوعنا الأصلي هو تشكيل الجنين اللي كثير من الأهالي أحياناً بيسعوا له، أكيد حضرتك كطبيب يعني تعرضت لمواقف غريبة، كانوا الناس يطلبوا منك طلبات غريبة عجيبة، تحكينا شوية عن هذا الجانب؟ ولو إحنا نعملها كنكتة، يعني يجيني بعض الأزواج أو الزوجات يطلبوا، وطبعا ما حنتكلم في موضوع الترجيح ولا تحديد جنس الجنين، الموضوع يطول شرحه طبعا، في شويه يعني نقاشات مع فضيله الشيخ تحديد جنس الجنين. لكن ما حنتكلم عن هذا الموضوع. يعني حضرتك لك تعليق على الكلام، لانه في حاجه اسمها ترجيح جنس وفي شيء اسمه تعليق. طب ممكن تعلق بشكل سريع اذا حضرتك. طيب، بشكل سريع، في حاجه اسمها ترجيح وشيء اسمه تحديد. التحديد اللي هو حيوان منوي بويضه برا الجسم، يتكون الجنين، ناخذ عينه من ده الجنين نشوف ايش هو، ولد ولا بنت؟ ولد. نبغى احنا بنات، نقوم نرجعه او نتلفه. هذا يسموه تحديد جنس الجنين. هذا عليه يعني تحفظ شرعي وتحفظ حتى اخلاقي، يعني حتى المجتمعات الغير مسلمه عندها تحفظ، على معظمهم عندهم تحفظ على هذا الشيء، وفي بعض المراكز بتسوي هذا الشيء. الترجيح الجنس هذا لا، اللي هو اخذ بالاسباب، اللي هو من ضمنه موضوع انه ناخذ الحانه المنويه نفصلها. نفصلها يعني نفصلها على حسب كثافتها، فيكون هنا معظمهم مثلا بنات، هذول معظمهم اولاد، ناخذ العينه هذه ونحدث بها الحمل. طب لما نحدث بها الحمل احنا اخذنا من الاسباب، لانه ممكن تاخذي العينه دي وتحقنيها وما يطلع ولد، لكن غالبا يطلع ولد، لانه الكميه الحانه المنويه الذكريه هنا كثير اعلى، والعكس لو اخذنا من دي المنطقه. فهذا يسموه ترجيح وليس تحديد جنس الجنين. اعتقد هذا شرعا حسب ما انا فهمت من فضيله العلماء ومن المجمع الفقهي انه هذا اجازوه. واخلاقيا هذا على مستوى الشعوب والعالم الغير مسلم فهذا مقبول ايضا. نعم. الموضوع الثالث اللي هو موضوع الغسول وتغير القلوي والقاعدي، هذه كلها ما لها اي اساس طبيه. هذه كلها يعني اشياء لم ينزل العلم بها من سلطان ان صح التعبير. دكتور فواز، يعطيك الف الف عافيه، شكرا لتواجدك سيدتي. اهلا وسهلا. شكرا لك. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا الكرام، إحنا الآن وصلنا لنهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله بفقرات جديدة ويوم جديد. من سيدتي، إلى اللقاء. إلى اللقاء.